بسم الله الرحمن الرحيم. بديت أن أحب الطلاب والطالبات، يعني أخوة وأبناء، إن شاء الله نتلاقى على خير إن شاء الله رب العالمين ونخلص من هذا الوباء. اليوم هتكلم عن الأسس العامة لمكافحة الأمراض، وهذا أنا حاب بالضبط، حاب أنا بشرح المحاضرة هنا تستحضروا مرض الكورونا عشان هو أخاف حاجة إلى الآن، وفي أشياء كتير ممكن نطبقها على مرض الكورونا. إذا أنا لازم أنا لما بدي أكافح أي مرض إني، واسمحوا لي أنا الآن أظن أقول كورونا عشان هو المرض الأقرب، يمكن عشان تصل المعلومة لكم بشكل أسهل. يعني دائما لازم نفكر في مكافحة أي مرض، نفكر بعقلية استراتيجية. استراتيجية يعني استراتيجية يعني كأنه نطلع من فوق، ما نخش في التفاصيل عشان نقدر نعرف كيف ممكن نكافح هذا المرض. عشان أي مرض ينتشر لازم يكون ثلاث عوامل متوفرة أكيد، يعني شخص مريض أو حامل للميكروب أكيد. أنا يعني لما كنا عاملين الحجر الصحي ما كانش أي حد يدخل إذا ما كانش عندنا أي انتشار للميكروبات، لكن ما كانش في مريض أي مريض يدخل. المريض كان ينحجر وما كانش عنده أي اتصال بالآخر. ايضا لو يكون عنده شخص سليم عنده قابل للعدوى، طبعا لو واحد مريض موجود في الحجر ما فيش عنده حدا مش حينتشر المرض. لكن لو هذا الحجر هذا المريض المحجور يعني اتصل مع ناس اخرين عندهم قابل للعدوى، اذا حي وبيئه قابله مناسبه للعدوى من ناحيه الشروط الصحيه وغيرها. اذا نفس الكلام نقول مختلف، عشان نقي الشخص السليم من حدوث العدوى لازم نقضي على الميكروب المسبب. هنتكلم كيف ممكن نقضي على الميكروب المسبب للمرض، يعني نقضي على الجراثيم، على البكتيريا، على الفيروسات. طبعا احنا نتكلم عن الكورونا عباره عن فيروس اكيد، يعني من الفيروسات التاجيه بنسميها احنا. ايضا القضاء على عامل النقل، كان في عامل نقل، طبعا في الكورونا فيش عامل نقل، لكن القضاء على عامل النقل ده كان في عامل نقل زي الذباب او البعوض مثلا. البعوض طبعا اكيد حيكون في زي الملاريا، الذباب بيعمل لي مرض التيفوس، الذباب بنقل لي مرض التيفوس، مفهوم؟ الذباب بنقل مرض التيفوس، البعوض بنقل مرض الملاريا. ايضا منع الميكروب من الانتقال من مصدر عدوى الى الشخص السليم. طبعا كيف ممكن ينتقل ميكروب الكورونا من الشخص المريض الى الشخص السليم؟ طبعا عن طريق العطس، عن طريق الرذاذ، العطس، عن طريق الايدين الملوثه بهذا الميكروب. ايضا كلامنا كثير، وكل الان كثير من الناس تتبنوا النظريه هذه، انه نحاول بقدر الامكان نزيد مقاومه المضيف، سواء عن طريق الطعام، سواء عن طريق اكلات معينه. بتعرفوا انتوا عندي اكلات كثير زنجبيل ومش عارف ايش، واكلات معينه بقول لكم هذه ممكن تقي وتلعب دور في مقاومه المريض، او ممكن عن طريق اللي هو التطعيمات. وكل الان الناس تتكلم عن تطعيمات، تتكلم ايش؟ عن تطعيمات. حتى الان للاسف ما قدروش يصنعوا اي تطعيم للاسف. شد ما قدروش يصنعوا اي تطعيم حتى الان، يعني بدوا في روسيا، ممكن في امريكا بقول هيهم يعني بدوا، لكن التطعيمات مهمه جدا. في لحظه شخص مطعم، الشخص السليم مطعم اكيد مش حينتقل له هذا الميكروب. اذا توقف اي مرض معدي، اي مرض معدي فرج على السلسله انتم هذه الدائره، اي مرض معدي لازم ينتقل عن طريق سلسلة من ست حلقات. هنشرح كل حلقة بحلقتها. أول حاجة لازم يكون في عندي عامل معدي، أي شنطة ميكروب في الكورونا عبارة عن فيروس الكورونا. المستودع هو الشخص اللي لازم يخش فيه الميكروب، يعني وهذا مهم جدا هنتكلم عنه بالتفصيل كمان شوية. إذا لازم يكون عندي شخص يدخل فيه الميكروب، سواء شخص إنسان أو حيوان، بعد ما يدخل فيه لازم يخرج يعني بهذا الميكروب من الانسان عن طريق مثلا في الكورونا عن طريق العطس او عن طريق الكحه الناشفه، مفهوم؟ او عن طريق الايدين الملوثه من عن طريق الكحه.
لازم يكون في وسيلة انتقال. لو كان في هناك لو كان في بعض الأمراض بدها حشرات أو غيره، لازم بعد ما سوى وسيلة انتقال لازم يدخل هذا العامل المؤذي هو الفيروس إلى الإنسان. طبعا احنا في الكورونا بيدخل بشكل أساسي عن طريق الفم، أو أحيانا قالوا ممكن يدخل عن طريق العينين يعني بشكل أساسي، وبعدين بيدخل هذا وبيدخل على المضيف، والمضيف أيضا بيعود يخرج عامل معدي، وهكذا تدور. إذا هي عبارة عن سلسلة، وسميناها سلسلة يا جماعة، سلسلة. يعني يكفي إنه احنا نتدخل في حلقة من الحلقات الموجودة هذه، ونقدر يعني ننتصر في حلقة من الحلقات عشان يبطل، يعني مش بالضرورة احنا الست حلقات هذه كلها نشتغل عليها، يكفي ان نشتغل على حلقة واحدة من الحلقات اللي هي ممكن ايضا يعني خلص، يعني لو اشتغلنا على حلقة من الحلقات ممكن يعني يخف انتشار. طبعا من السلسلة شايفينها وانا غاسمة شايفينها اول حلقة لحلقة العدوى او مسبب العدوى. اذا مسبب العدوى حلقة العدوى لو بسبب الايجنت سمعنا اتكلمنا عنه كثير، قد يكون هذا عبارة عن طفيليات، وعرفنا ايش الطفيليات بالضبط، زي طفيلة الانبيبا، طفيلة حمى الملاريا، ديدان اسكاس، كلها تكون طفيليات خارجية وطفيليات داخلية، اذا كان حد تذكر المحاضرة السابقة. ايضا الفطريات زي الفطريات الجلدية، البكتيريا او الجراثيم تكون على اشكال مختلفة، يمكن اخذتوا انتوا احياء دقيقة ومفروض تكونوا هذه عارفينها، وهناك فرق بينها وبين ريكسيا، ويعني طبعا وبين الفيروسات. الفيروسات هي كائنات، ايش فرق بينها وبين البكتيريا؟ هي كائنات اصغر ولا لا ترى بالمجهر العادي، بينما البكتيريا اكبر فنستطيع رؤيتها بالمجهر العادي. اذا الفيروسات تحتاج الى مجهر الكتروني، هذا اول فرق بين البكتيريا والفيروسات. اذا الفرق بين البكتيريا والفيروسات، البكتيريا تحتاج حجمها كبير فممكن رؤيتها بالمجهر العادي، لا الفيروسات حجمها صغير جدا لا يمكن رؤيتها بالمجهر العادي، عشان نضطر انه لازم يعني نستعمل او نستخدم المجهر الالكتروني لرؤيتها. الحاجة الثانية قد تكون الاهم انه البكتيريا تستطيع ان تعيش خارج الكائن الحي، يعني ممكن تعيش بالغذاء، ممكن تعيش بالمياه، تعيش بالغذاء، تعيش بالمياه، وتكلمنا عن تسمم الغذاء وانه عادي وبتعمل تسمم غذاء، ممكن تعيش في الغذاء في المياه على الاسطح، لا الفيروسات لا تستطيع العيش الا داخل الكائن الحي. طب ايش بتسوي؟ كيف طيب بتسوي؟ اذا هي خارج الكائن الحي تتبلور وتكون بشكل متبلور، الفيروسات اذا تكون بشكل متبلور لا حياة فيها، عبارة عن جماد، وعشان يسموها الفيروسات احيانا هي حلقة وسطى بين الجماد وبين الكائن الحي. ليش؟ لأن خارج الكائن الحي تكون جماد وتكون متبلورة لا نشاط فيها، داخل الخلية داخل الكائن الحي تدخل إلى الخلايا، يعني تنتشر في الخلايا، يعني حتى هي تسيطر على الخلية والدي ان اي تاع الخلية او الان اي تاع الخلية، تسيطر عليه تماما ويعني لصالحها وتتكاثر داخل الكائن الحي او داخل الخلية الحية. اذا في عندنا حاجتين مهمات، الفرق بين البكتيريا والفيروسات. طب اكسيا ايضا كائنات حية دقيقة، ايضا كائنات حية دقيقة الايجنت، لكن هي بين البكتيريا وبين الفيروسات من ناحية الحجم، بس هي اقرب للبكتيريا من ناحيه حجم، اصغر شوي لكن اقرب للبكتيريا من ناحيه الحجم، وشكلها ايضا زي الفيروسات. اي شكلها زي الفيروسات؟ اي انها لا تنمو يعني خارج الجسم او اي وسط صناعي، لازم بدها خليه حيه، وهذا ايش؟ يعني صفتها زي الفيروسات بالضبط، انه هي يعني وكانها هي حلقه بين البكتيريا وبين الفيروس. اذا هي خارج الكائن الحي تتبلغ تكون متبلغة الوالكسة، تنتظر الفرصة لتدخل الكائن الحي وتدخل خلايا الكائن الحي ويعني تنمو داخل الكائن الحي. وطبعا لها مميزات، تقاوم درجة الحرارة المنخفضة أو الجفاف، طبعا أصغر يعني أكبر شوية من الفيروسات وأصغر قلنا من البكتيريا، وهي بتمثل أيضا يعني تسبب مرض الوالكسة الوباء بسموه التيفوس الوبائي. نتكلم عنه قبل شوي بانه قبل اسف الباب لا يقل تيفوس ولا قبل التيفوس.
إذن البيوسات الجهاز الجنيه أصغر حجما، ونفس الكلام تكلمناه في الأول. طبعا عرفنا المسبب وهو الحلقة الأولى الايجنت. إذن كيف إذن إحنا لو قضينا على الايجنت يا جماعة إحنا نقضي على كل الميكرو خلاص. إحنا لو قضينا على فيروس كورونا في قطاع غزة لن ينتشر فيروس كورونا، سواء فيش فيروس كورونا في قطاع غزة إذن ما انتشرش خلاص. كيف ممكن نقضي على هذا الميكرو؟ أول حاجة استئصال المستودع. لو كان هذا المستودع حيوان مثلا زي انفلونزا الطيور او غيرها، ايش سوينا هنا؟ او جنون البقاء، قتلناهم، قتلنا الحيوانات اللي بعيش في هذا الفيروس زي جنون البقاء زي انفلونزا الطيور قتلناهم. مش معقول انا اقعد انا يعني اعالج في جاج او في كذا اذا بقتله، او الطيور المهاجره او غيره. لكن هذا لو كان انسان ايش بعمل؟ كيف بقتل الفيروس؟ طبعا عن طريق المضادات الحيويه، عن طريق العقاقير الطبية، أيضا عن طريق بعض الأدوية اللي اكتشفوها جديد ممكن تقتل هذا الميكرو. أيضا كيف ممكن نقضي على الميكرو؟ بحاجتين مختلفات، العزل والحجر الصحي. هناك عزل وهناك حجر صحي. إذن هناك عزل وهناك حجر صحي. إذن إيش الفرق بين العزل والحجر الصحي؟ لو لقيت انا في الكورونا شخص عنده بوزيتيف، يعني شخص عنده كورونا في دمه وفحص دمه ولقيت عنده كورونا، هذا بعمل له عمليه عزل تماما. ايش بعمل له؟ عمليه عزل، بحطه في مناطق معزوله ما حدش لازم يشوفه، يعني اجراءات صارمه جدا. الحجر الصحي، الناس اللي اختلطوا بهذا الشخص وما عملتلهمش لسه فحوص، هذولا بعملهم حجر صحي. وكأنه العزل بنعمله للناس المرضى، كأنه ايش؟ العزل بنعمله للناس المرضى وتم يعني تمت اصابتهم بالمرض. لكن العزل هو العزل اذا مع الناس اللي هو المرضى بتم استخدامه. لكن الحجر الصحي يتم استخدامه مع المشتبه باصابتهم المخالطين. انا ناس واحد في عائله كبيره واحد لقيته معاه بوزيتيف، اذا انا الاولاني بعمل عزل وهذول مجموعه بعمل حجر، يا اما حجر في الدار نفسه في البيت نفسه ممنوع حد يطلع من البيت لما اعمل فحوص وادبر حالي، او انه في مناطق في مستشفيات معينه ممكن اعمل حجر. اذا فين الفرق بين العزل والحجر؟ العزل هو للناس المرضى، الحجر للناس المخالطين والذين لم تثبت ما زالت لم تثبت اصابته. طبعا اذا الحجر الصحي بنعمل لا يمكن استخدامه مع اولئك المجتمع باصابتهم، لانهم اتوا من اماكن او كانوا مخالطون لاشخاص مصابين بالمرض زي ما قلنا في الكورونا. اذا الحلقه الثالثه حلقه العدوى، مستودع العدوى. يا جماعه مستودع العدوى مهم جدا جدا لأي فيروس لأي ميكروب عشان ينمو. كيف يعني؟ يعني القمل لو ظل يومين ثلاثة وما فيش إنسان حيموت القمل. الجواب نفس الإشي، الجواب بده أسبوعين إذا كان في يعني بسموه حلم، الحلم أو عث الجواب. يعني هذا هو عبارة عن طبعا الجواب عبارة عن طفيل. هذا عث الجواب لو أسبوعين ما لقاش أي كائن حي حيموت. حتى إحنا في الكورونا حنضل نتكلم عن الكورونا. الفيروس الكورونا طبعا معروف على الاسطح، ممكن في اسطح يعيش عليها ساعتين ثلاثه، وفي اسطح ممكن يعيش على 10 ايام. هذا اللي بيعيش على الاسطح 10 ايام اللي لم يجد كائن حي او انسجه يدخل فيها بموت الفيروس، بموت الفيروس، يعني الفيروس بدل ما مش موجود على الاسطح بيعيش طول حياته. فاذا عشان هيك في مهم وجود مستودع العدوى. لانه ايش؟ لانه حنتكلم بالتفصيل برضه انه كيف انه هذا يعني إيه ما عندوش قدره كامله على البقاء، يعني ممكن في حسب الاسطح، حسب نوع الفيروس، حسب نوع البكتيريا، ممكن تعيش خارج كائن حي ساعتين ثلاثه، او حتى هنلاقي في ناس ممكن تعيش 64 سنه خارج كائن حي، هذا حسب اللي هو الفيروس نفسه او الميكروب. إذا في أهمية لمستودع العدوى، فهمنا إيش أهمية مستودع العدوى، لأنه الفيروس الميكروب له فترة حياة، إن لم يجد هذا المستودع حيموت، عشان هيك في أهمية كبيرة للي هو
طبعا هتكلم يا جماعه، الذباب هو بقى هو بسبب مرض التيفويد، والقمل بسبب التيفوس، ماشي؟ عشان اكد القمل بسبب مرض التيفوس الوبائي، واللي هو الذباب بسبب مرض التيفويد، عشان ما يكونش في اي لخبطه. اذا خلصنا حلقتين، خلصنا العامل نفسه المسبب، هاي خلصناها، خلصنا المستودع. هاجي دخل المستودع، لقيت العامل المسبب داخل المستودع. إذا لم يخرج من هذا المستودع لن ينتقل المرض. يعني لو أنت لابس كمامة، إذا ظل المرض عندك، ما طلعت. لو أنت كنت شخص مريض وقحيت وظل في الكمامة، إذا ما طلعتش برا، هنا أنت يعني استطعت النقض على المرض. إذا هذا مخرج العدوى، لابد من مخرج العدوى عشان يدخل المرض. لو انا حددت هذا المخرج ومنعته من الخروج، اذا لا يعني ممكن ما يدخلش هذا المرض. ايش المخارج؟ يعني مخارج كثير ممكن تكتب بشكل اخر، عن طريق الجهاز التنفس قلنا، عن طريق العطس، غثاث التنفس، اخراج الزفير، السعال، العطس، كله يعتبر التمخط، يعتبر كله من اخراج الشخص المريض، بيخرج هذا عن طريق جهاز تنفسي. لو انا فقط حطيت كمامه كويسه، هن بعيق من خروج هذا الفيروس الى الخارج، بعيق خروج الفيروس، واذا بقلل من امكانيه انتقاله. اذا الكمامه يا جماعه مهمه جدا من طرفين، هنشوف كمان شويه. مهم ان انا بمنع خروج الفيروس او اي ميكروب اخر، اذا كان تكلمنا عن اي فيروس اخر بمنع خروجه، وهنشوف كمان شويه في المداخل ان بمنع دخوله. ايضا القناه الهضميه، زي لو عن طريق البراز، عن طريق غيره، وايضا في كثير من عن طريق فتحه الشرج، كثير من الميكروبات او بالذات البارازايتس او ممكن تنتقل الكوليرا، الدونتاريا ممكن تنتقل عن طريق اللي هو فتحه الشرج، وينتقل عن طريق. اذا لو انا بالقناه الهضميه، لو انا عملت تفضلات بشكل سليم بشكل صحيح، اذا حددت من يعني من انتقال المرض. لو انا هنشوف كمان شويه، لو انا قتلت هذه الحشرات اللي بتنقل من هذه الامراض من البراز الى الغذاء او غيره، ايضا بكون حدد. ايضا طريقه اخرى او مجرى اخر، مخرج اخر، زي القناه البوليه. القناة البولية أيضا زي البلهارس وغيره ممكن تنتقل عن طريق القناة التناسلية، اللي طبعا نتكلم عن الذكور. إذا الأمراض التناسلية وبلهارس القناة البولية. الجلد أيضا جلد مخرج الأمراض، فتحات الجروح والبثور، لو تم تغطيتها إذا بعيق أو بمنع انتقال المرض من هذه البثور إلى آخر. لا مفتوحة وكان في احتكاك دائم مباشر مع الآخرين، إذا هنا أنا بسبب للآخرين المرض. نتكلم عن مخارج الأمراض. هل كل اللي تكلم معنا في الأول كان اسمها مخارج طبيعية، كلها كان اسمها مخارج طبيعية، لكن الآن ممكن يكون عندي فيه مخارج آلية، يعني مش دور تكون موجودة في كل واحد. المخارج الآلية معناته إن الجسم بيخرج هذه البكتيريا وبنقلها عن طريق مخارج غير يعني معروفة، زي لدى الحشرات. يعني الملاكي بتنتقل قلنا عن طريق بعوض الأنفلس، وأنثى بعوض الأنفلس، إذا هذا يعتبر مخرج آلي. إذا لو عندك في السؤال يعتبر يعني لدغ الحشرات مخرج آلي، نعم، لكنه ليس مخرج طبيعي. أيضا كل اللي عن طريق الحقن، العمليات نقل الدم، هذه كلها تعتبر مخرج آلي. الادوات مخارج يعني. طبعا الحقن هذه ايش ممكن تسبب؟ امراض كثيره، زي حالات الالتهاب الكبدي او الايدز او غيره. طيب اذا الحلقه الرابعه هي طرق انتقال العدوى. وين طرق انتقال العدوى؟ نتكلم بالذات لما يكون في واسطه لانتقال العدوى، لما تكون حشرات او ادوات، حنشوف كمان شويه، او انتقال مباشر او غير مباشر، وهي نشرحها الان يعني بشكل واضح. طرق العدوى تنقسم طرق العدوى الى عدوى مباشره وعدوى غير مباشره. من اسمها عدوى مباشره، اي تنتقل من الشخص المصاب الى الشخص السليم مباشره. واضحه. ايش عدوى مباشرة؟ معناها تنتقل من الشخص السليم إلى
تنتقل من الشخص السليم إلى الشخص المريض مباشرة. إذن والود والعدوى الغير مباشرة هي لا تحتاج دائما إلى وسيط، تحتاج دائما إلى وسيط ينتقل من الشخص المريض إلى الشخص. إذا في عندي نوعين، عدوى مباشرة وعدوى مباشرة، أيضا العدوى المباشرة تنقسم إلى قسمين. في عندي عدوى عن طريق الملامسة، عن طريق التلامس الجسم، كل أمراض الجنسية ممكن تنتقل للإيدز الزهري، كلها الجدري، الأمراض الجنسية الزهري الإيدز ممكن تنتقل عن طريق الملامسة. أيضا مرض الجاب الجدر ممكن ينتقل عن طريق الملامسة. أو قسم ثاني يسموه عن طريق التنفس أو الغثاث، زي هواء الزفير تكلمنا عنه، هذا طبعا الكورونا، زي هواء الزفير والغثاث، العطس المريض، السعال، زي الانفلونزا وشي الاطفال والحمى الشوكيه، وضيف عليه اناء الكورونا. هذا كله العدوى المباشره. العدوى غير المباشره قلنا هي تحتاج الى وسيط. هذا الوسيط قد يكون غير حي، زي الطعام والشراب والمياه الملوثه، زي ممكن يسبب مرض الكوليرا، الديلا الشرطيه، البلهارسيا، او قد يكون هذا الوسيط حي، زي ما تكلمنا عنه البعوض والذباب القمل اللي ممكن يسبب، البعوض يسبب الملاريا، يعني الذباب بسبب مرض التيفويد، القمل بسبب مرض التيفوس، يعني الدودونتاريا بسببها ايضا الذباب، والكوليرا بسببها الذباب. اذا خلصنا الحلقه الرابعه، هي اذا طريقه انتقال العدوى، ايضا مداخل العدوى. الان العام سبب خارج صحيح وانتقل عن طريق طرق انتقال، لازم يلاقي مضيف جديد يدخله. طب يدخله بأي طريقة؟ إذا يدخله لازم يكون مداخل معينة يدخل لها، وطبعا لازم يكون مداخل، يعني هذا المضيف الجديد مداخل معينة يدخل لها، والمداخل تشبه إلى حد كبير زي المخارج. يعني زي إيش؟ يعني أنا كتبنا بطريقة ثانية، ممكن لو كتبت الجهاز التنفسي بينفع برضه. الأنف ممكن يدخل عن طريق الاستنشاق، وهذا كلام أكيد، الكورونا ممكن تدخل عن طريق الأنف، ممكن تدخل عن طريق الفم. اكيد الكورونا ما لهاش علاقه بالشرج المهبل، وان كان قالوا انه يعني ممكن ما لقوا فيروسات في يعني في الشرج او في البراز. طبعا في الجلد ايضا يعتبر مدخل يعني طبيعي، يعني لو كانت عندك تقوحات لا سمح الله حتلاقيها التهابت ثاني يوم ثالث يوم. ليش؟ لانه او جروح. ليش؟ لانه في عندنا اجانا ميكروب من الخارج. هذه كلها مداخل طبيعيه. المداخل الغير طبيعية نفس الفكرة، عبارة عن لثة حشرات أو حقن ملوثة أو أحيانا بنزيد عليها كلها، إنه زي دخول يرقات البلهارسيا أو الانكلستوما لما تثقب الجلد وتخش فيه في داخل المياه في الترعة المصرية، بتعرف الترعة المصرية، بكون الواحد شخص يعني ماشي حافي في الترعة، فبيجي الطول المعدي من اليرقات الانكلستوما أو البلهارسيا وبيثقب جلد القدم عند الأصابع، المنطقة الرقيقة عند الأصابع بيدخل عليها، وهيك انتقل. هذا مدخل غير طبيعي، مدخل غير طبيعي. أيضا لدى الحشرات، ومتأكد على دخول طفيل الملاريا أيضا يعتبر ويسبب اللي هو عن طريق بعوض الأنفلس، بخطوط الأنفلس أيضا تعتبر مدخل. الحلقة السادسة والأخيرة وهي عام مضيف. إذا خلصنا الآن دخل، لازم يكون في عام مضيف دخل المدخل العام المضيف. طبعا ما هو الفرق بين، بدأت لما كنت نتكلم عن طفيلية جمعة، هناك ثلاث أنواع من المضيف. قد يكون مضيف ناقل، مضيف ناقل يعني فقط ناقل، فقط ناقل فقط، يعني بس بنقل بدون أي تكاثر، بدون أي نوع من أنواع التكاثر ولا اي تطور، زي الذباب لما بنقل مرض تفيد. وانا اكد انه الذباب بنقل مرض تفيد، لما الذباب بينقل مرض التفيد بينقله بشكل آلي بشكل طبيعي، بدون ما يعني عباره عن بتلوث حشرات، بتلوث الاجنحه تحته، بتلوث رجليه، وبنقله مثلا من الفطرات الانسان، من فطرات الانسان الى الغذاء، وهيك بلوث الغذاء وبنقله امراض زي مرض تفيد. المضيف الوسيط، حكيت المضيف الناقل هو بدون اي نوع من التكاثر او التطور، لا 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 الايجن لا اللي هو المسبب. لكن في المضيف الوسيط هنا، هذا مضيف وسيط
ينقل، يتطور في الماض يعني ويتكاثر، لكنه يعني لا يوجد أي تكاثر جنسي، عبارة عن انقسام، سميها عبارة عن انقسامات عادية، هذه انقسامات لكنه ليس تكاثر جنسي، يعني فيش في جميلة مذكرة وجميلة مؤنثة، وهذا يعني الإنسان بصير فيه هيك. الإنسان عندما يجي في الملاريا بلازموديوم الملاريا يتكاثر في الإنسان، طفيل الملاريا اللي هو بلازموديوم الملاريا يتكاثر في الإنسان لكنه تكاثر غير جنسي، يعني ما يكونش في جامعات مذكرة أو مؤنثة. المضيف النهائي يعني اللي بصير فيه تكاثر جنسي، جامعات مذكرة وجامعات مؤنثة، وهذا الكلام اللي بصير في البعوض عندما ينقل مرض الملاريا. مهم جدا تفهم المضيف الناقل، المضيف الوسيط، المضيف النهائي، والأمثلة بتاعتهم عشان تكون فاهم الفرق بينهم. إذا هذا أيضا نفس الكلام، عندنا 6 حلقات، agent، جراثيم وفيروسات، المستودع إنسان أو حيوان أو جماد، المخارج، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، نفس الشيء المخاط، كل الغدد، أيضا حفاظات الغدد، عندنا انتقال، الانتقال قد يكون بشكل مباشر أو غير مباشر وشرحناه بالتفصيل، بعدين عندنا المداخل. ما هي العوامل التي تؤثر على انتشار الأمراض؟ إيش العوامل اللي بتزيد من مدى انتشار الأمراض؟ أكيد العائل المناسب القابل للعدوى. يعني لو واحد عنده مريض وكل حواليه مطعمين هل ينقل عدوى؟ أكيد لا. إذا هو غير، إذا لأنه إيش مش مناسب. ليش مش مناسب؟ ليش؟ لأنه مطعمين. تواجد العائل المناسب، أو إنه أنت لو كان عندك مثلا زي الكورونا وعندك حواليك ناس ما عندهمش مناعة أو مناعتهم قليلة، إذا يتوفر بشكل كبير أن ينتقل لهم. إذا وكل ما زاد طبعا العدد القابل للعدوى في المنطقة، كل ما زاد فرصة انتشار المرض. أيضا حركة العائل، كل ما كان هذا الإنسان أو العائل عنده قدرة على الحركة أكثر، كل ما زاد انتشار المرض. تواجد المسببات المرضية في بيت العائل زي البصاق، زي اللعاب، إذا كان موجودة، وهذه كلها بتكون مليانة فيروسات وميكروبات، إذا كان الإفرازات موجودة، أيضا حتى اللي مش موجود نفسه العائل بدم هذه الإفرازات موجودة، إذا ممكن ينقل المرض. إذا كيف يزيد انتشار المرض؟ إذا كان هذا العائل مسبب الماضي له قدرة على الحياة خارج أو داخل، كل ما كان عنده قدرة على أن يعيش خارج أكبر وخارج أو داخل العائل، كل ما كان عنده قدرة على انتشار العدوى. ليش؟ لأنه قلنا أنه لو ما لقاش العائل تبعه حيموت. فكل ما عنده قدرة أن يقاوم ظروف البيئة، بنسميها احنا ريزيستنس، ظروف البيئة اللي حواليه، في بتختلف. زي مثلا عندنا ميكروب الحمى الفحمية الأنثراكس، سمعت بالأنثراكس؟ ما بعرفش إذا كانت سمعت ولا لا. الأنثراكس هذا عبارة عن ميكروب وبيستخدموه في الحروب البيولوجية، سموها الأنثراكس أو الحمى الفحمية. ممكن يعيش خارج كائن الحي 60 سنة، 60 عام، 60 سنة، بينما فيروس زي الطاعون البقري يعني لا يعيش يعني كثيرا خارج العائل أو خارج جسم العائل. إذا وجود المسبب المرضي وقدرته أو يعني على العيش داخل أو خارج، وهذا بيزيد من إمكانية انتشار المرض. أيضا تواجد ونقلات، كل ما كان في نقلات أكثر كل ما كان انتشار أكثر. يعني ملاريا ممكن عن 10 كيلو، يعني أنت في قاعد في بيتك في أمان الله، بعوضة واحد مريض بالملاريا 10 كيلو بعيد عنك، أكيد حينتقل لك المرض عن طريق البعوض، بينما عن طريق الكورونا لا، الكورونا لازم يكون في احتكاك مباشر مع هذا الشخص. فإذا كان تواجد وحركة ناقلات الأمراض من الحشرات تزيد من احتمالية انتقال المادة انتشار هذا المرض. أيضا حركة المسبب المرض نفسه، لو كان هذه باغيت وغيره، أيضا باغيت خارجية ممكن تزيد من انتقالها. إذا الأمراض الماضية شفنا بشكل عام مدى انتشارها، نشوف صفاتها، صفات الميكروبات، صفاتها. إذا في عندنا صفات معينة بتزيد من احتمالية الإصابة، وفي صفات بتقلل من احتمالية الإصابة. إذا كل ما كان هذا الميكروب عنده قدرة على البقاء ومقاومة ظروف البيئة،
وبريزيستانس. كل ما كان عنده قدرة هذا من خصائصه، كل ما زاد وعنده قدرة انه ينشر هذا المرض وانه يعمل هذا المرض. وتكلم عن الانتراكس انه هو يمكن يقاوم ظروف بيئة 60 سنة، 60 سنة، اللي هو عبارة عن باسيلس انتراكس. ماشي. اذا كل ما كان عنده قدرة على مقاومة ظروف بيئة، كل ما كان هذا المرض عنده قدرة القدرة على احداث العدوى. طبعا يعني الميكروبات تختلف فيما بينها او العام مسبب. اذا ما هي احداث العدوى؟ هي قدرة المسبب على الدخول والتكاثر في العائل. فيروس الحصبة وشلل الاطفال لها نفس القدرة، عالية، قدرة عالية على احداث العدوى. طبعا العدوى يا جماعة في حزمة، العدوى في حزمة الإماراتية طبعا، وليس دخول الكائن الحي إلى جسم الإنسان ما عنده عدوى، مش ضروري، ليس بالضرورة أي دخول للكائن الحي نحت عدوى. لو كان شخص مطعم إذا حيموت ميكروب ولا يتكاثر في جسمه. إذا لازم دخول وتكاثر في العائلة عشان نسمي هذه هي عبارة عن العدوى. العدوى إذا هي قدرة العائلة مسبب على الدخول والتكاثر في العائل المضيف. طبعا فيروس حصبة شلل الأطفال لهم قدرة عالية على العدوى، لكن في فرق. الإماراتية الجيبسي عنده عدوى، الإنسان يكون عنده قدرة إنه يعمل عدوى. إيش العدوى؟ إنه ينقل المرض. الإنسان إنه العدوى هي نقل المرض، لكن ليس بالضرورة إنه يكون عنده إحداث للمرض. ماشي؟ الميكروب يدخل، إذا كان داخل ميكروب وتكاثر، إذا هذا نفسه عنده عدوى. وهذا الشخص بيقدر يعني قادر على قد زي تعين الإيدز. الإيدز ممكن ياخذ ميكروب الفيروس إيدز ويعمل عدوى وينقل المرض دون أن تظهر عليه أي أعراض مرضية، يعني ما عندوش إماراتية تماما. أيضا ولما نقارن هنا في الإماراتية وهتشوفوا أنتم بين شلل الأطفال وبين الحصبة، هنلاقي إنه العدوى تقريبا زي بعض، اثنين عندهم قدرة عالية على العدوى، اثنين عندهم قدرة عالية على العدوى، يعني اثنين بصير عندهم يعني ممكن ينقلوا العدوى. لكن من حمد ربنا الإماراتية فيروس الأطفال أقل بكثير من الحصبة، عشان الناس هيك كانت تحصب كثير لكن ما كانش عندها شلل أطفال كثير، مع إنه اثنين عندهم نفس القدرة على العدوى. ليش؟ لأن فيروس شلل الأطفال بتظهرش الأعراض كثير في الناس، بالعكس يعني عشان هيك الناس معظم بصير ايش؟ حامل للمرض. معظم المصابين بفيروس الاطفال هم حاملين للمرض، هم حاملين للمرض. ايضا كل ما زادت الضغوة في كل ايضا من صفات لما المرض يكون فيها الضغوة. ايش الضغوة؟ انه مثلا يعني تغيبس او السعار او الكلب، اسمه كلب او سعار او غيبس. ماشي؟ اللي هو في الكلب، واحيانا بصير بعض الحيوانات الاخرى غير الكلب يعني بصير فيها ايضا هذا المرض. هذا المرض فتاك جدا، والانسان اللي بيتعرض لعض من قبل كلب او ذئب او اي حيوان اخر مسعور او به مرض السعار او الكلب او الغيبس، اذا لم يعالج فورا 90% او اكثر من 90% يعني ممكن يصاب بالموت. عشان هيك سمينا الكلب، هو عنده ضغاوة عالية. ضغاوة عالية، ايش ضغاوة عالية؟ يعني انه قاتل، انه في 90% من الحالات ممكن يموت هذا الشخص ان لم يجد الاسعافات. لا، عشان هيك زمان كانوا اللي يصاب اي انسان بالعض على طول يعني بيعطوه 14 ابره، والان اظن بيعطوه فقط 3 ابر، بيعطوه سواء كان كلب يعني هم اذا كان ما شافوش كلب عطوه بعطوه إبر، وبيتعامل معه كأنه هذا الكلب اللي عضه هو كلب مسعور. إلا إذا كان جاب لهم الكلب وأثبت أنه مش مسعور، يعني أنا بعطوه شيء. السمية طبعا من صفات بعض الجراثيم أنها تكون سمية، ويعني تكلمنا عن موضوع هذا زي مثلا سموم البوتوليزم المعلبات. عشان هيك يا جماعة لو انت عندك معلبات وشكيت انها يعني فاسدة، ما تخيل انك والله لو غليت هذه المعلبات وسخنتها حتموت ميكروب وهيك انت في الامان. لا، حتى لو مات هذا الميكروب
ممكن سمومه أيضا تستطيع أن تقاوم الحرارة، فسموم ممرضة وممكن تسبب الشلل، ممكن تسبب الشلل. إذا السموم الممرضة للبكتيريا، وأيضا في سموم أيضا أفلاتوكسينز للفطريات، هذه ممكن تؤدي إلى الشلل. عشان هيك دائما التسخين في المعلبات أو غيرها ما بيحلش المشكلة. عدد المسبب المرضي، طبعا كل ما زاد ايش المسبب المرضي؟ هو عبارة عن يعني هو عدد الميكروبات القادرة على إحداث المرض. ايش المسبب المرضي؟ هو عدد الميكروبات القادرة على إحداث المرض. يعني لو مرض معين في 10 كافيين ان يحدث المرض، نقول عدد المسبب المرض له 10. طبعا هو بيكون اخطر بكثير من لما يكون ميكروب ثاني عدد المسبب المرض بتاعه مليون، اكيد اخطر بكثير، لانه اذا كان 10 هنا كافيين فطبعا هو اخطر كثير لما يكون. اذا كلما قل عدد المسبب المرضي كلما كانت اخطر، كلما كانت في خطوره اكبر على هذا يعني الشخص. اذا كل على عكس ما يعني يتبادر ذهن، اذا كلما قل عدد المسبب الماضي كان هناك خطوره اعلى. اخر حاجه اللي هي مكان دخول الميكروب. طبعا حسب المكان من وين بيدخل هذا الميكروب اكيد وسهوله. عشان هيك بنلاقي معظم الامراض المعديه هي بتنتقل عن طريق الهواء وعن طريق زي كورونا. هو الكورونا لو بتنتقل عن طريق الدم كان فيش مشكله، حتى لو بتنتقل عن طريق الجنس فيش مشكله، حتى لو بتنتقل عن طريق الغذاء فيش مشكله. المشكله بينتقل عن طريق الهواء، عن طريق اليحص، السعال، البصاق. فطبعا هذا الانتقال عن طريق الهواء هو من اخطر ما يكون. اذا مكان دخول الميكروب، اذا كان دخل الميكروب عن طريق الفم او الهواء، اذا بيكون في عندي صعوبه عاليه. ليه؟ على العكس يعني مثلا انت خايف من مثلا بتخاف من الكلب، لا، لانه ايش احتمال انه والله وانت ماشي في الطريق يجيك كلب يكون مسعور؟ احتمال ضعيف جدا. لكن ما هو الاحتمال انه تلاقي واحد مريض ويعني وينتقل عن طريق التنفس زي الانفلونزا، زي الزكام، زي اللي هو الكورونا الان؟ فطبعا هو اخطر بكثير. ايضا احيانا في بعض الميكروبات لها اكثر من طريقه، اكثر من مكان للدخول. ممكن تدخل عن طريق الجهاز الهضمي، ممكن تدخل عن طريق الجهاز التنفسي، وممكن تدخل عن طريق الدم. كل ما زاد عدد الاجهزه بيخرج عن الجسم كل ما كانت اكثر خطوره. هيك احنا بنخلص المحاضره الخامسه، ويعني اتمنى لكم يعني الصحه والعافيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.